السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد، والفيديو النهاردة مختلف عن يمكن الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده. النهاردة هنتكلم بقى شوية على طعام الاطفال والبيبي فود، وفكرة مرحلة انتقالية من مرحلة الرضاعة بس لدخول الاكل الصلب للاطفال. كلنا عارفين ان بداية السن اللي بيدخل فيه الطعام الصلب للأطفال بيبقى من سن 4 ل 6 شهور، وده على حسب ما الدكتور بيقولك او بيعرفك تدخلي امتى طعام الأطفال لطفلك يعني. فأنا النهاردة هعرفك ازاي انا بعمل البيبي فود اللي بيتباع بره عادي وبنجيبه غالي، لا انا بعمله لبنتي في البيت وبطريقة سهلة ومبسطة. تقدري لو طفلك اكبر من 6 شهور تدخلي اكتر من حاجة مع بعض، بس انا النهاردة هنبدأ النهاردة للطعام اللي هيبدأ يدخل من سن 4 شهور للطفل، فبالتالي مش هيدخل حاجات كتير وهيبقى صنف واحد بس. فالنهاردة هنعمل مع بعض بيوري التفاح او التفاح المهروس اللي تبتدي تديه للطفل من سن 4 شهور. طبعا كلنا عارفين ان او البعض مش عارف ان لبن الام بيفتقر لنسبة الحديد، فاول حاجه الطبيب بينصح بيها ان انتي تدخليها للطفل هو التفاح، لان كلنا عارفين ان التفاح اساسه هو الحديد، فهو انتي بتديه للطفل عشان يعوض شويه من فكره افتقار الحديد اللي موجود في اللبن الام او حتى اللبن الصناعي. وطبعا بيتعمل التفاح باشكال كتيره، والطريقه الشائعه ان هو التفاح بيتقشر الاول، يتقطع لمكعبات وبيتحط مع نص كوبايه ميه يتسلق كويس، وبعد كده بتضربيه بالهاند بلندر او بتضربيه في الخلاط لو انت ما عندكيش هاند بلندر، او ان انت بتهرسيه بالشوكه. بس بينصح ان افضل ان انت يا في الخلاط يا اما في الهاند بلندر عشان يبقى ناعم على الاخر ومفيهوش اي قطع. بس طبعا جزاها الله كل خير، اختي قالت لي على طريقة تانية اعمل بيها التفاح غير السلق، لان هي قالت لي ان التفاح لما هيتسلق طبعا الحديد اللي فيه هيروح وفايدته هتروح، فيبقى ملوش لازمة ان انا ادهولها. فهي قالت لي على طريقة حلوة تانية جدا ان انا اقدر اعملها، قالت لي ان انا هجيب التفاح اغسله كويس وهحطه في الفريزر، اما احطها من قبلها بيوم لحد ما يجمد، او مثلا احطها حوالي مثلا 7 8 ساعات في الفريزر لحد ما اتاكد ان التفاحيه جمدت كويس، وبعد كده اطلعها واسيبها تفك تماما. هتسيبيها بقى تفك في التلاجة او تسيبيها في طبق تفك بره زي ما انت عايزه. المهم ان هو لو هتلاحظي هيوصل بيكي معاكي ان هو هيبقى طري طري، يعني كانه شبه مسلوق. ففي الحاله دي هقشره عادي جدا وهقطعه برده مكعبات وهحطه في الهاند بلندر اضربه. في البدايه طبعا احنا عارفين الاكل بيدخل للطفل مش بيبقى بيوري قوي اللي هو بيكون تقيل، لا لان المعده مش هتقدر تهضمه، فانت هتخليهوله مش خفيف ومش تقيل، يعني مش ميه قوي زي الحليب بتاع الام او الحليب الصناعي، وفي نفس الوقت مش لزج وتقيل جدا يصعب على الطفل ان هو يهضمه، لان في البدايه معدته بتبقى صغيره فمش هيقدر يهضمه. دي حاجه. الحاجه التانية برضو كلنا عارفين ان انت لما هتبداي، لو انت لسه هتبداي تدخلي الطعام لطفل لابنك مش هتدخلي له مره واحده، هو هتبقى مقدار معلقتين كبار على مدار اليوم كله، هتدي له كل مثلا ما بين كل رضعه والتانية، او ما بين مثلا زي في كل وجبه هتقسمي له المعلقتين على 3 وجبات، بحيث ان انت تدي له في كل وجبه مثلا كميه، وهتجربي له الموضوع ده على 3 ايام، يعني كل يوم هتدي له معلقتين، كل يوم معلقتين لحد 3 ايام، وهتبتدي بقى تشوفي التغيرات اللي هتحصل، هل مثلا في طفح جلدي ظهر عليه، مكان خروج البراز عند الطفل في التهاب او احمرار، الطفل بدأ مثلا بيتضايق او مخنوق من الاكل او بيرجع عن جاله اسهال. طبعا في الحالة دي لو ظهرت اي علامات من العلامات دي على الطفل بتوقفي الاكل اللي دخلته له لحد ما بتستشيري الطبيب. لو ما حصلش اي حاجه بعد 3 ايام بتبتدي ان انت تجربي له نوع تاني، وبعد 3 ايام النوع التاني ما جابش يعني الحمد لله عدى على سلام بسلام وما فيهوش اي حاجه، بتبتدي تجربي له انواع تانية انواع تانية لحد ما بيبتدي بقى ايه تجربي له كل الانواع. بعد كده بتبتدي بقى تعملي له مزيج او خليط ما بين النوع نوعين او 3 انواع على حسب ما انت هتبتدي تدخليهم. انما احنا النهارده هنبدا مع بعض الحاجه اللي هيبتدي الطفل ياخدها في سن 4 شهور. صراحه انا ما بداتش لبنتي في سن 4 شهور، انا بدات لها من سن 5 شهور، لكن انا بدات لها الاول بسريلاك الرز في بدايه ال4 شهور،
اول شهر جربت لها السيريلاك ولما اتقبلته والحمد لله ما ظهرش عليها اي حاجه. بدايه من الشهر الخامس انا بدات ادخل لها الاكل اللي هو الصلب، دخلت لها التفاح والموز، وبالتدريج بقى بدات ادخل لها حاجه ورا حاجه ورا حاجه لحد واتاكد ان اهم حاجه ما بيحصل لهاش اي تغيرات من الحاجه اللي بتاخدها. ما تفكريش ان انت مثلا تديله نوع الصبح ونوع تاني بالليل، فممكن يظهر على الطفل حاجة ساعتها انت مش هتبقي عارفة ده ظهر من ايه. يعني ده ظهر من مثلا التفاح، ولا ظهر من لو دخلها تفاح وموز ده ظهر من التفاح ولا ظهر من الموز. لا، انت بتدخلي له نوع واحد بس عشان تطمني ان النوع ده سليم والطفل مش هيتحسس منه. دلوقتي انا اللي هعمله ان انا هقشر التفاح وهقطعه مكعبات وهحطه في الهاند بلندر، وهوريكي ده انا هعمله ازاي. انا خلاص قطعت التفاح، ممكن تحس ان لونه هو لونه مش اصفر كده، بس هو عشان الكاميرا هو لونه فعلا مش ابيض زي ما بتيجي تاكليها في البداية، هو بس لان انا طبعا حطيتها في الفريزر فجمدت لما سبتها بره فكت فدخلت لها مية فلونها غير. عشان انت ممكن تلاحظي ان انت لما هتيجي تسلقيه تحطيه يتسلق وتشيليه من على النار هيبقى برضو لسه لونه مبيض. كده كده انت لما هتحطيه في العلبه وتشيليه في التلاجة لونه هيغير وهيقلب للون البني، فما تقلقيش. هو ما بص، هو التفاح معروف لما اول ما بتقشريه او بيطول الهواء لونه بيغير. دي حاجه. الحاجه التانية انت ممكن تشوفي ان الكميه كبيره لان انا عامله تفاحتين، وطبعا بنتي مش بتاكل في الوجبه التفاحتين، بس انا عشان ما اعملش كل يوم انا مثلا بعمل لها كميه تفاحتين او ثلاثه وكلهم بضربهم مرة واحدة في الهاند بلندر وبشيلهم في علب من علب حفظ التلاجة. بس انا جايبة نوع علب كويس عشان بس يكون صحي ان انا لما احفظ فيه الاكل البنتي ما يبوظ. لو انت عندك علب تلاجة لا يبقى ازاز يبقى افضل من البلاستيك، بس انا جايبها بلاستيك. وبشيله في التلاجة. وقت الوجبة بطلع لها اللي يكفيها منه وبقفلها وبحطها تاني، ما بسيبهاش بره عشان ما تبوظ، وما بسيبهاش مفتوحة في التلاجة عشان برضو ما تبوظ. دلوقتي انا قطعته مكعبات هحطه في الهاند بلندر وهضربه، وهرجع لك بعد ما يتضرب. وده شكل التفاح بعد ما اتضرب في الهاند بلندر. للناس اللي خايفه ان ممكن نص الاكل يروح في الهاند بلندر او في الخلاط لو هتضربيه ان نص الاكل هيروح، عشان كده بيفضلوا ان هم يهرسوه بالايد افضل بالشوكه بالسباتيولا. هتقدري تلمي كل اللي موجود فيه اهو كانه مفهوش خلاص كتير، مفهوش يعني مفهوش حاجه، يعني كله نزلته بالاسباتيولا وما فيش اي حاجه. وده السمك اللي المفروض يكون فيه التفاح، مش اتقل من كده وفي نفس الوقت برضو مش اخف من كده عشان يبقى فيه فايده للطفل. ما تقلقيش من اللون، كده كده انت لو جبتي البيبي فود من بره التفاح بيبقى غامق وما بيبقاش فاتح الا لما بيكونوا مدخلين له اكتر من نوع فاكهه مع بعض، ففي الحاله دي بيبقى فاتح. او مثلا لو هو لوحده بيبقى فاتح، ده في بعض الشركات بيزودوا مواد حافظه. وطبعا ما ينصحش خالص في بدايه ان انت عمر الطفل ان انت اول حاجه تدخليها له البيبي فود يكون فيه مواد حافظه. انت افضل لك ان انت تعملي البيبي فود اللي بيتباع بره غالي تعمليه في البيت وتكلفه بسيطه، وفي نفس الوقت هيبقى افضل وامن جدا لطفلك. ودي العلب اللي انا بستخدمها لبنتي، بتتحكم وبتتقفل فتحفظ الاكل اطول وقت ممكن. انا مش بس بعمل كده في التفاح، انا بعمل كده في اي اكل تاني انا بعمله لها، لان انا بعمل لها هي ليها 3 وجبات، فانا بعمل لها اكتر من وجبة وبخليها وبحفظها في التلاجة وبتفضل سليمة وكويسة وما فيهاش اي مشكلة. ده اول فيديو من سلسلة فيديوهات اطعمة الاطفال في البداية، فانتظري مني فيديوهات تانية كتيرة جدا هعملها لأطعمة الاطفال. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هعملها، وياريت تختاري كلمة الكل لما تيجي تفعليه عشان توصلك اشعارات باستمرار. ولو عندك اي سؤال لو انت مامي او حتى لو مش مامي متترددش ان انت تدخلي وتسأليهولي. شكرا وباي باي.